أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة قول ابن آدم ميسر مسير ومخير؟ نعم صحيح، ابن آدم مسير ومخير، هو من جهة أفعاله مسير مخير، ومن جهة أفعال الله فهو مسير، لا حيلة له، لا حيلة له في تبديل خلق الله، لا حيلة له في تغيير ما كتب الله سبحانه وتعالى، فهو مسير. كونه يمرض، كونه يجوع، كونه يموت، هذا مسير لا حيلة له فيه، جهة أفعال الله هو مسير. أما من جهة أفعاله هو كالصلاة والصيام والحج والصدقة وأعمال الخير فهو مخير، يفعلها بإرادته أو يتركها بإرادته فهو مخير. الحاصل أن الجواب بالاختصار: من جهة أفعال الله فيه فهو مسير، من جهة أفعاله هو فهو مخير. نعم.